وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، ونشرف اليوم وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله، المدرس بالمسجد النبوي ورئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقا. نتدارس وإياكم في هذه الحلقة مع فضيلة شيخنا كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام العالم أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، وهذا الكتاب هو المعروف بالإبانة الصغرى. حياكم الله شيخنا الكريم. الله يحييك. الله يبارك فيكم. لو نستفتح شيخنا تعريف بهذا الكتاب وذكر موضوعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، هذا الكتاب من كتب العقائد التي يعرفها أهل العلم أنها تشتمل على أمور من أهمها الأمر بالتمسك بكتاب الله والاعتصام به ومجانبة البدع وأهلها والتحذير منهم، ثم كذلك ذكر بعض العقائد التي يخالف فيها أهل البدع، وكذلك الحث على ما اتفق عليه أهل السنة من ما لا يسعى المسلم جهله، معرفة الله جل وعلا وما كيف يعبد ربه، ثم كذلك جانبة المبتدعات الأمور التي تدعت على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذكر محاسن الإسلام وما يترتب على التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الفضائل وغير ذلك. فهو كتاب مهم في الواقع، وطريقة التي سلكها يذكر النصوص ثم يتكلم على بعض ذلك الذي يحتاج إلى كلام. وقد قسم الكتاب إلى 4 أقسام كما سيأتينا إن شاء الله. ودرسنا اليوم يكون في اعتصام في ذكر الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك، ولا يجوز الإخلال بهذا، وأنه لا يجوز الإخلال بهذا. ثم كذلك النهي عن البدع، والبدع سيأتي تعريفها، ثم كذلك مجانبة أهلها ومفارقتهم بل وهجرانهم وعدم مكالمتهم، ويذكر النصوص في هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله، وكذلك كلام العلماء المعتبرين من السلف من التابعين وأتباعهم إلى وقت المؤلف رحمه الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه وظهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. هذا في الواقع من أعظم المنن،
على العبد إذا هداه للإسلام. ثم من تمام هذه النعمة أن يتمسك بالحق الذي تبين من كتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة إلى أن يموت، يموت على ذلك. إن هذا الإنسان يخاف عليه، إن شيء من الانحراف أو التغيير أو غير ذلك، وهذا ليس سهلا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم. فهذا كله من فضل الله جل وعلا على العبد، إذا كان العبد قبل ذلك وآمن به واتبعه. فمنن الله تتتالى على العبد، ولكن هداية الله لعبده الإسلام أعظم منة يجب أن يشكر الله عليها ويعترف بذلك، حيث ينظر أن الأرض مملوءة من الخلق، من بني آدم لهم عقول وأسماع وأبصار وأفكار ظاهرة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يهتدوا إلى ما فيه السعادة الأبدية. فإذا طال على ذلك عظمت منة الله في قلبه، وكثر شكره وحمده لربه جل وعلا. ما يقول صلى الله على نبينا محمد المرتضى ورسوله المصطفى، المرتضى يعني الذي رضي الله جل وعلا عنه واصطفاه من بين الخلق ليكون مبلغا رسالته إلى الخلق، أرسله لإقامة حجته على الخلق وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ما قال الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزكية والأخلاق الفاضلة، وسلم الله جل وعلا على عبده تسليمها. ونستوفق الله جل وعلا الصواب بقوله وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإثارة رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. هذا من فضل الله جل وعلا. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من عفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود وفعال لما يريد. العصمة معناها التوفيق. أما أن يكون العبد معصوما من كل خطأ ومن كل ذنب فهذا لا وجود له. الله جل وعلا جعل بني آدم خطائين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون. أما العصمة لأن لا يكون له ذنب كما يعتقده بعض الناس فهذه لا وجود لها. والله جل وعلا بيّن أن من أسمائه الغفور الرحيم والتواب وغير ذلك، فهذا يدلنا على أن عباده لا بد أن يذنبوا حتى يستغفروا ويتوب عليهم. وكذلك حكمة الله جل وعلا في هذا، فهو يحب التوابين، فالتواب هو كثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله جل وعلا، وهذا لا بد أن يعرف الإنسان ما نزل الله جل وعلا على رسوله في الجملة، حتى إذا وقع منه مخالفة يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. ثم يقول: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه
من فظائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وتهاب البلية والعمى على أفئدتهم وشتت ألفتهم. فتفرق جماعتهم ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. استعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، احتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، قلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به من الكتاب ولا حجة عندهم به من الإجماع. يعني يقول إنه في وقته وقبل وقته ظهرت الأهواء والبدع والتفرق، وهذا أمر ظاهر كما ستأتي النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد القدرية ووجدت الرافضة ووجدت الجهمية ووجدت المعتزلة إلى غير ذلك. فهذا مقصود أن الناس اختلفوا في هذه الأمور، والذي يتمسك بالسنة ويعض عليها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ قد يكون قليلا. ثم قالوا أيم الله، فكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تختلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر. يعني يقول إنها بدع عظيمة تلتبس على أكثر الناس، فلا يستطيع التخلص منها إلا من أتاه الله علما وعقلا وفهما في كتاب الله جل وعلا. والبدع تكون بدع عملية وبدع اعتقادية، وهي أعظم من العملية. ومن أشر البدع الاختلاف في رب العالمين وفي أسمائه وصفاته، وهو أول ما حدث من هؤلاء، فهم اختلفوا في ربهم تعالى وتقدس. والغالب أن من كان على هذه الصفة أنه لا يرجع إلى الحق إلا أن يشاء الله. ثم يقول: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما ينقلونه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء أثره. يعني أن هذا الكتاب مبني على الأدلة التي تكون من كتاب الله ومن أحاديث رسوله ومن آثار السلف الصالح الذين تمسكوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله تعالى وتقدس. يقول: وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود. الندود هو الخروج من المسلمين والبعد عنهم وخروج عن طريقتهم، ومن خرج عن ذلك وابتغى غير سبيلهم يوليه الله جل وعلا ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيره. يقول: وما أمر الله عز وجل به رسوله من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم، يعني خالف اعتقادهم، وما تمسكوا به من كتاب الله وسنة رسوله. ولأن البدع
هي الدين الجديد الذي لم يأتي عن الله ولا عن الرسول، ولهذا ما كان دينا صعب الخروج منه، وسيأتينا في ما يذكره المؤلف أن من دخل في البدعة لا يخرج منها، وأن الشيطان يحب أن يكون الإنسان مبتدع، ويفضل ذلك على كونه يجتهد في العبادة، لأن البدعة يقولون صاحب البدعة لا يتوب، ما لا يتوب يعني الغالب، وذلك لأنه يرى أن البدعة دين يتدين به، كيف يتوب من دينه؟ أما لو اعترف وعرف الحق ترك البدعة فإن الله يتوب عليه، يعني ليس معنى ذلك أن الله لا يقبل توبته، فما هناك ذنب إلا والله جل وعلا يأمر بالخروج منه والتوبة والرجوع، ثم التوبة معروفة أنها الإقلاع عن الأمر الذي هو فيه مخالف والندم على الوقوع فيه، ثم العزم الأكيد على أنه لا يعاود ذلك الذنب إلى أن يموت، ثم على إثر ذلك شرع السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، يعني إجماع تطابقهم يعني اتفاقهم على هذا، فجمعت من ذلك ما لا يسوغ المسلمين جهله، يعني أن هذا أمر لازم، والمعنى ذلك أنه انتقى الشيء الذي لا بد منه، ثم يقول ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، لأنه من الواجبات المتعتمة، الواجبات لا بد أن الإنسان يتمسك بها، ولا ينظر إلى من خالفه طعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه ما سلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين، يعني الصحابة الراشدين المهديين والخلفاء، ثم يقول صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين، ثم يبدأ ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبول العمل لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، متون يعني نصوص أحاديث وآثار، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وعن التابعين لهم وأتباعهم، ترك الأسانيد لأن الإسناد هو الذي يعلم به صحة الخبر من عدم صحته، ويقول أنه حذف الأسانيد للاختصار لأن كثير من الناس يشك عليه الطول فيترك الأمر رأسا لطوله، فآثر أن يذكر بعض المتون بدون إسناد حتى يكون ذلك سهلا، ومن أراد الإطالة رجع إلى الكتب الأخرى مثل كتابه الآخر الذي يسمى الإبانة الكبرى، يقول فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة، الجماعة المقصود بها الاجتماع على الحق
وليس الجماعة كثرة الناس كما قد يتوهم بعض الناس. فكل من كان متمسكا بالحق فهو في الجماعة، ماسك في الجماعة، ولو كان الإنسان وحده. ثم يقول: والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل إنه كتابه، وقيل رسوله، وقيل الإسلام، وكلها حق ومتلازمة. ثم تهدد جل وعلا بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال عذاب عظيم، ولم يعين يكون أشد وأنكى في قلوب من يعقل ويعي. فإذا هذا تحريم للمخالف من مخالفة الكتاب والسنة، حرمة عظيمة ترتب عليها وعيد الله جل وعلا لمن فعل ذلك. فأمر تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وأمر لازم لا بد منه. فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ليعبدوا الله مخلصين، لأن كثيرا من الناس يعبد الله ولكن لا يخلص، فيكون عمله مردود وسعيه غير مقبول. وقوله له مخلصين له الدين، يعني كل ما تدين به الإنسان يجب أن يكون صادقا فيه، مخلصا لله فيه، يريد بذلك وجهه وإثابته والهروب من عذابه وعقابه. وقوله حنفاء، حنفاء يعني مائلين بقصدا إلى الحق، مجانبين الشرك وأهله، ويقيم الصلاة ويتوزر. هذا تفصيل لما سبق. وذلك دين القيم، يعني الدين القيم الذي من تمسك به سعد في الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المقصود هنا الشاهد قوله صفا كأنهم، يعني مجتمعين على الحق. فالاجتماع على الحق يجب أن يكون على أمر ثابت، ولا يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم: وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم، يعني عقيدتهم، ونكث عهدهم وطعن في دينه، لأنه هذا لا بد منه. يعني لا يكفي الإنسان أنه يتمسك بالحق فقط، لا بد أن يجانب أهل البدع والضلالات وينابذهم ويبغضهم لله جل وعلا. ما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. والآيات في هذا كثيرة. ما يقول: مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. يعني إذا جلستم معهم يستمعون لقولهم حتى ينتهوا من حديثهم ويبدأوا في حديث آخر إنكم مثلهم في الإثم واستحقاق العقاب وعدم امتثال الأمر الذي أمرتم به في كتاب الله جل وعلا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا فيه إشارة أن هذا الذي ذكر في هذه الآية هو من أخلاق المنافقين والكافرين. ثم أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، أمر رسول الله في الثلاثة التي تخلفوا عن غزوة العسرة، يعني غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر أن يهجروا فهجروا شهورا، وحتى أمر نساءهم أن تهجروا، وهذا تأديب وعقاب لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قد دخلهم شيء من النفاق. وهذا دليل على أن الأمر الذي جاء المسلمين أنه لا يحل لرجل أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام، أن هذا يكون من أمور الدنيا، أما إذا كان من أمر الدين فلا بأس أن يهجر أكثر من ذلك، غير أنه ينبغي أن يعلم أن الهجر علاج، إن كان العلاج يجدي وينفع فيصار إليه، أما إذا كان لا يزيد الأمر شدة، ولا يبالي المخالف تهجره أو ما تهجره، فيحسن أن يوعظ ويكلم إذا كان ذلك ينفع، والأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه على مخالفة فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يصنعون. فهذا يخاف منه شد الخوف، يعني أن الإنسان إذا كان لا ينكر المنكر ثم يألف صاحب المنكر يجالسه يكون مثله، ثم هذا قد يجر إلى ما هو أعظم، إلى لعنة الله وإلى عقابه الذي يكون طبعا على القلوب، فلا يعي حقا من باطل، بل قد يزين له الباطل أكثر، هذا أشد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، كان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يسقوا ذهبوا إلى العلو، فقالوا: إن آذينا أصحابنا فلنخرق في السفينة خرقا حتى لا نذهب إلى الفوق ونؤذي إخواننا، فإن تركوا وما هموا به هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم منعوهم من هذا نجوا جميعا. هذا مثل القائم على أمر الله جل وعلا، يعني أنه لا بد من الأخذ على أيدي السفهاء، ولكن الزمان يختلف، فقد يكون وقتا أهل الحق أقوياء ويستطيعون ذلك، وقد لا يقوون على هذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا من فضل الله جل وعلا، يعني أنه الأمور تتعلق بالقدرة والاستطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة،
ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية واثنتين وسبعين في النار. جاء هذا في روايات كثيرة. هذه الفرقة 73 هذه كما هو معلوم عند العلماء، عند من يعرف الحديث، أنهم الأمة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كل من على الأرض ممن يعقل من الإنس والجن فهو رسول إليه، من لم يؤمن به أقحمه الله النار وأصلاه إياها. فإذن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة تسمى أمة الدعوة وأمة النبي، هذا يشمل الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم وكتابيهم وأجميهم عربيهم وغيرهم، وكذلك الجن، لأن الجن مكلفون كما هو معلوم وهم أبناء الشيطان، فمنهم المؤمن. وأمة هي أمة الإجابة التي استجابت للنبي، الخلاف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه، في أمة الإجابة، هم الذين افترقوا إلى 73 فرقة. ويقول في هذه الرواية وغيرها كما في رواية الترمذي كلهم في النار إلا فرقة، وجاء في الترمذي أنه سئل عن هذه الأمة التي استثناها صلى الله عليه وسلم، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ثم قال وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر بشدة التمسك، لأنه ما يكفي التمسك بالأيدي بل حتى بالنواجذ بالأسنان، والنواجذ هي أول الأضراس وآخر الأسنان، هي أقوى شيء. يعني هذا كناية عن شدة التمسك والحرص الشديد على هذا. هو الخلفاء الراشدون هم خلفاء النبوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وبعد ذلك صارت الخلافة ملك يؤتيه الله من يشاء كما هو العلم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضة نقية فلا تختلفوا بعدي. بيضة يعني الشريعة التي جاء بها، يعني أنها واضحة لا إشكال فيها، فلا عذر لمن فارقها أو نكب عنها أو اعتاض عن بعضها أو شيء منها بغيره من البدع. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. الواضحة يعني الجادة الواضحة، وهذا مثل ما قال الله جل وعلا كما مضى اعتصام بحبل الله جل وعلا، وكذلك بالصراط صراط المستقيم كما قال الله جل وعلا آمرا لنا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فهو الجادة الواضحة، الصراط الذي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أمر واضح وجلي، ولهذا حفظ الله جل وعلا كتابه وكما حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن التقصير يأتي من العبد نفسه فيكون ملوما على تقصيره وعدم معرفته لما أمر به وكلف به. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان ما حل لهما إلا أن يتبعني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان أخي موسى حيا
ما وسعه إلا اتباعي، يعني أن هذا حتم لا بد منه، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول الذي هو كليم الله لو قدر أنه حي لكلف بأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الله جل وعلا في كتابه. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أو ليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم، يعني التماري يعني المجادلة، يعني الجدال وذا. فالمجادلة تهدي إلى المنافرة وإلى التدابر ثم التقاتل. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ ويرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه البعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وهذا هو الواقع الذي وقع لأهل الكلام والمخالفين البدع المبتدعة، فإنهم تنافروا وتباغضوا ثم لم يعودوا إلى الحق صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر، إنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. الخوض في كلام في كتاب الله جل وعلا في المجادلة والتماري هو عدة من الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء بالقرآن كفر، يعني هذا هو المراء الممارات، يعني المجادلة والمخاصمة في ذلك الواجب، لأن الأمر واضح ما فيه خفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وهذا معناه تلاوة وعملا لابد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، يعني مقصوده بهذا أن يبين أن القرآن هو كلام الله، فيجب أن يعتقد هذا ويفهم، لأن كثيرا من الأمة ظل في هذا، ظلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن الطريق السوي. وقال لجابر، علمت جابر بن عبد الله لما قتل والده يوم أحد، قال: علمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، كفاحا يعني مواجهة، كلمه مواجهة. فهذا معناه أن أن الشهيد يكون حيا يحيى، كما جاء في كتاب الله: ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. يعني هذا معناه أنه يجب على العبد أن يتعلم ما يعرف أن يعبد ربه به من العلم. وقال: اقتدوا بالذين بعد من بعد أبي بكر وعمر الله عنهما، وقال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون. المولدون الذين لم يكونوا من أصحاب موسى عليه السلام، بل صار من أبناء الأبناء أو أبناء من كان معه، يعني أنه كلما بعد العهد بالنبوة جاءت الخلافات والبدع والخروج عن الحق. وقال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا وظلوا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وهذا أمر واضح. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل،
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات. الغلوطات هي المسائل التي فيها مشكلات، فيها يعني قد يغلط الإنسان فيها، فلا يجوز مثل ذلك. يعني أن الأمر واضح ويجب أن يتبع الواضح الجلي، وإذا أشكل على الإنسان شيء يجانبه حتى يتبين له الحق فيه. وليس في كتاب الله جل وعلا ولا في أحده رسوله أمور مشكلة على الذي يطلب الحق ويريده. وقيل هي شداد المسائل وصعابها، هذه هي التي يولدها الناس ويوجدونها، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أمور ما كلفتم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن الأصل في هذا الإباحة والاستقامة. إذا تكلف الإنسان وصار يسأل أسئلة قد يحرم أمر مباح من أجل ذلك، فيكون عقابه شديد. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قوله أحدث حدثا، الحدث يعني أنه يكون حدث في الدين. وقوله آوى محدثا، محدثا أو محدثا جاء بكسر الدال وبفتحها، فإذا كان بالكسر فهو الفاعل الذي أوجد الحدث، وإن كان بالفتح فهو الحدث نفسه. من آواه يعني قبله وعمل به ونشر ونصر. وكذلك المحدث يؤويه، يحول بينه وبين إقامة الحد عليه أو ما أشبه ذلك من الإنكار عليه وغير ذلك. وقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. هذا حق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني هذا عقاب لهم. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدل إنهم إلا قوم خصمون. وقال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. قال: الحديث مشهور في هذا وله ألفاظ متعددة. المتمسك بديني عند فساد الناس كالقابض على الجمر، لأنه لا يجد من يساعده ويعاضده. وإذا كان الإنسان منفردا في مثل هذا فالأمر يكون صعبا وشديد، وقد لا يبقى على هذا إلا الأفذاذ، ما يصبر عليه. وقال: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. الهرج يعني القتال، الفتن التي يكون فيها القتل. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بدأ غريبا، يعني بدأ به صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان على الإسلام وحده أولا، ثم صار الرجل يدخل في الإسلام والرجلان حتى كثر وعز ونصره الله جل وعلا كما هو معلوم، ثم يعود كما قال صلى الله عليه وسلم، يعود إلى غربته. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات ذهب ملح القوم، يعني الصحابة ذهبوا، ومعلوم أنهم في ذهابهم نقص الأمر، ليس كما كانوا على، لأن البدع بدأت في آخر عهد الصحابة كما هو معلوم. يقول: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد معه أبو بكر وعمر على يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. يعني أن هذا يحث على التمسك على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فمن كان على مثل ما عليه هو وأصحابه فإنه يدخل الجنة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض، أما وزيرايا من أهل السماء فجبريل وميكائيل، أما وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هذا فيه الحث على متابعتهما ومحبتهما دينا يدان الله جل وعلا به ويتقرب بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. كذلك قال: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. هو يذكر هذه الأمور لأنه وجد من يسب الصحابة ويبغضهم بل ويكفرهم، ولا يزال الأمر على هذا بل يشتد الأمر تطرفا. فالحقيقة أن من يسب الصحابة ويبغضهم أنه يبغض الدين، بل يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يطعن في الإسلام، لأن الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فإذا أبغضوا وطعن فيهم معناه ذلك طعن في الدين. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يبغض السلف فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا بسنده، فهم المطعون فيهم، فهم الزنادقة. والزنديق هو الذي فارق الدين وجاء بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. سبق أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، والصرف هو النوافل والعدل هي الفرائض، يعني أنه لا يقبل منه عمل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا ولا فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، فلا تناكحوهم ولا تجالسوهم، ولا وإن مرضوا فلا تعودوا. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أحسن الله عليكم شيخ. جل وعلا قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسبوهم. أحسن الله عليكم شيخنا. مثل الخوارج ومثل الرافضة ونحوهم الذين يسمون نواصب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني سئل عن قوله أن فاكهة أب، ما هو الأب؟ فقال هذا القول. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. شدة تمسكهم بالظاهر وعدم شيخنا الكريم إلى الأمور التي فيها شيء من الإشكال، خوفا أن يقولوا على الله ما لا يقول، هذا من أعظم الجرائم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبل الله من يده. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم. باسمي واسم المشاهدين الكرام نشكركم فضيلة الشيخ على ما أثريتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مقبولا نافعا لعباده. ونذكر مشاهدين الكرام إلى أن هناك اختبار قياس الفهم، وذلك عن طريق موقع قناة زاد العلمية، وأيضا هناك استقبال الأسئلة
من خلال الواتس بالرقم الظاهر على الشاشة. نشكركم على مشاهدتكم الكريمة، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل في هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.